معانا خبر يعني سمعته دلوقتي وان شاء الله باذن الله قولوا لي خبر صح ولا خبر اشاعه. تمام. احمد ياسر ريان اعلن رسميا ان هو عنده كورونا. الف ان شاء الله باذن الله، الف سلامه عليه، وتعدي ان شاء الله 5 ايام ويقوم بالسلامه، نطمن عليه. احمد ياسر ريان من اللعيبه الكبار جدا واللي انا بتمنى اشوفه ان شاء الله في النادي الاهلي. طبعا خبر يعني مؤسف جدا، ولكن الف سلامه عليه وان شاء الله يقوم بالسلامه. والموضوع بالنسبه يعني شفته في اللعيبه بيبقى الموضوع سهل، يعني اعراضه بتبقى سهله ومش صعبه يعني، وان شاء الله يقوم بالسلامه ان شاء الله. الجمله الاخيره